للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلا الغد من عمان داما الكردي ومن تونس ياسر دبابش. مرحبا بكما. أبدأ معك داما في عمان، كيف تبدو الأوضاع في شوارع المدن الأردنية مع استمرار هذه الإجراءات الصارمة التي مضت السلطات إلى تنفيذها؟ بهاء، بدأت فعلا منذ الصباح عملية توزيع الخبز في شوارع المملكة، في شوارع العاصمة ومختلف المحافظات، حيث بدأت منذ الساعة 9 صباحا المخابز بإنتاج الخبز وتوزيعه من خلال آليات أمانة عمان على الأحياء بمعدل 3 كيلوات لكل أسرة. هذه العملية ستستمر يوميا من أجل إيصال الاحتياجات للمواطنين. هناك الشارع انقسم إلى صورتين، هناك صورة انضباطية تامة من قبل المواطنين وعدم النزول إلى الشوارع إلا لشراء الخبز، وهناك في بعض الأحياء كانت فوضى في الشارع من قبل المواطنين وتهافت على آليات أمانة عمان للحصول على حصصهم من الخبز. أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلي منذ قليل في إيجاز صحفي بأن الحكومة تقوم بشكل متتابع بدراسة الآليات والاقتراحات من أجل تعديلها للوصول إلى الصورة المثلى، وأكد بأن هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة فعلا بتوزيع المواد التموينية الأساسية ومنها الخبز والغاز والماء للمواطنين في منازلهم، ما يعني بأن الصورة لن تكون صحيحة 100%، ولكن سيتم دراسة الشكل الأفضل والآلية الأفضل لضمان وصول المواد الأساسية للمواطنين في منازلهم والحفاظ على حظر التجول. كما أكد بأن التزام المواطن هو ما سيقود إلى فك حظر التجول أو استمراره، وهو مرهون بانخفاض الأعداد، خاصة بعد أن أعلن وزير الصحة أمس وصول العدد المصابين إلى 127 إصابة من بينهم طفل بعمر 4 سنوات. إذن الصورة وخصوصا في أول يوم قد تبدو إلى حد ما فيها بعض من الفوضوية، ولكن بالتأكيد الأيام القادمة سيعتاد المواطن ويتأكد من وصول المواد التموينية الأساسية له ويلتزم بحظر التجول. ماذا عن الصورة في تونس ياسر؟ كيف تبدو درجة الاستجابة والالتزام بالخطوات التي مضت السلطات إلى تنفيذها هناك؟ نعم بها، اسمح لي بداية أن أبدأ بهذا الخبر العاجل، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان رسمي لها منذ قليل عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 114 إصابة مؤكدة بهذا الفيروس. وهنا ننوه بأن اليوم أو 24 ساعة الماضية هي أكثر الأيام تم تسجيل الإصابات فيها منذ تسجيل أول إصابة، بواقع 25 إصابة جديدة تم تسجيلها والإعلان عنها من قبل الدوائر الرسمية التونسية. طبعا هذه الإصابات تتوزع من مختلف المحافظات التونسية ومن مختلف الأعمار كذلك. وقالت الوزارة في بيانها بأن هناك 11 حالة تتلقى العلاج اللازم في المستشفيات المختلفة. وعلى ذكر المستشفيات، تم عزل عدة أقسام في مستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية بعد أن تم تأكيد إصابة أحد المرضى بفيروس كورونا، وهناك مصادر طبية تحدثت عن عزل عدد من الكوادر الطبية أيضا في مستشفى الحبيب بورقيبة في محافظة صفاقس بجنوب البلاد. بالنسبة لسؤالك بهاء حول مدى الالتزام، هناك حقيقة يعني حركة خفيفة للسيارات والمارة في مختلف المناطق التونسية، وإذا ما حصرنا الأمر في العاصمة، نحن شاهدنا عدد من التونسيين أمام المحال التجارية الكبرى والفضاءات التجارية ربما لمزيد يعني شراء المؤونة والحاجيات اللازمة، لكن وزارة الداخلية التونسية شددت على ضرورة التزام التونسيين بالإجراءات المتخذة من الحكومة، إن كان بالحجر الصحي الشامل والعام أو إن كان بحظر التجول الليلي الذي تم دخوله حيز التنفيذ منذ عدة أيام. طبعا اليوم وزير الدفاع التونسي قال في تصريحات له بأنه سيتم زيادة عدد قوات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق والمدن التونسية، وذلك لضمان نجاعة القرارات المتخذة من تطبيق للحجر الصحي الشامل والعام وكذلك الحظر الليلي. هناك عدة يعني مناشدات من نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحفيين، وأيضا يعني دعنا نقول عدد من النشطاء أيضا والكوادر الطبية تدعو التونسيين إلى الالتزام بالحجر الصحي الشامل وتطبيق ذلك حرصا على السلامة العامة وتنفيذا لإرشادات الوقاية التي أعلنتها وزارة الصحة. نعم بها،
شكرا جزيلا لكما من تونس ياسر دبابش ومن عمان دامة كردي.